مساء الخير خياتي خواتاتي، اليوم ندير لكم حشا خفيف وظريف. واش عيطوا لها الكمونيه؟ تجي بالكبده تاع الدجاج، هاي غسلناها وواسيناها صفيناها، وعندنا كميه من الزيتون دي نوايوتي، هذا غليناه. شوف خواتاتي، غليوه في الماء والملح وشويه خل، نحيلو كاع هذيك الاملاح الزايده كامل. عندنا قليله من البصل والثوم، عندنا طماطم، حبة طماطم سكفرجناها، وعندنا طماطيش مغيرفة، طماطيش كونسونطخي، وعندنا شوية كركم، وشي عيدان تاع المعدنوس. هادو نديرهم عيدان تاع المعدنوس في الكمونية هذه، تجي بنينة، وهادو نشبعو بها. نبداو على بركة الله، ومع التالي كامل نديرو لها شوية كمون. نبداو في الوصفة. ندير الزيت تاعنا شويه سخون، ناخذ البصل والثوم، نزيدو واحد طماطم صافي، وشويه طماطم كونسونطري، قليل من الملح خاطرش الزيتون اصلا فيه الملح. نزيدو هذاك الزيتون اللي غليناه في الماء والخل والملح، قليل الكركم، نحركو كاع المكونات مليح كما كنتو تشوفو هاك خواتاتي، ناكلة بنينة. ناخذو هذيك الكبدة اللي شلناها هي والقلب، غير الكبدة والقلب، كنقعدو نحركو فيهم هكذا، نحركو غير بالعقل على بالنا بلي الكبدة طرية بفيها الطيب، منسيوهاش بزاف هكا، نخلطو بشوية برك، وبعدا نزيدو لها الماء الساخن، نزيدو لها شوية خوتاتي هكذا، منزيدولهاش بزاف باش تجينا المرقة خاثرة وبنينة، هكذا كيما كتشوفو خوتاتي، خاطرش الكبدة تاع الدجاج بفيها الطيب. وما ننساوش هذيك العيدان تاع المعدنوس هكذا، قليلا منها يعطينا بنه لهذه الكمونيه تاعنا، وهذا المعدنوس نخليوه في الصحن التقديم هكذا خواتاتي، ونوريها لكم في الصحن التقديم، ونخليوها طيب من 24 دقيقه تكون طابت لنا. شوفوا خواتاتي هاي طابت، واش نديروها على هذيك الكمونيه؟ نحط شويه من الكمون هكذا خواتاتي، ونخليها مدة 5 دقائق برك، نخلطوها خفيفة برك، ونطفيو عليها. ها شوف خواتاتي الكمونية كيف تجينا، تجينا مليحة وخفيفة وبنينة. نزيدو لها فوقها غير شوية هكا هكا تاع معدنوس، حتى شهر رمضان فيه وصفات متعددة، وصح حشاكم إلا درتوها في الحشا، ولا صح فطوركم إلا درتوها في الغدا. وبقاو على خير خواتاتي، وما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا اللايك، يوصلكم كل جديد، وبقاو على خير.